برحب بكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينيك. لايف كلينيك برنامج بنناقش فيه كل ما هو جديد في المجالات الطبيه المختلفه، وبيكون معانا مجموعه كبيره من الاطباء والاخصائيين في المجالات الطبيه المختلفه، واللي هيجاوبوا على استفساراتنا وتساؤلاتنا. ولو ليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصلوا معانا على 2575686. فقرتنا دايما في حلقتنا جديدة ومتنوعة. الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن التوتر. التوتر هو أكبر عدو للنجاح، وليه طبعا مضاعفات جسدية ونفسية. عشان كده هنفتح النهاردة ملف التوتر مع الدكتور اللي هيكون مشرفنا في الاستوديو، الأستاذ الدكتور عبد الهادي عيسى، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن العيون. كلنا طبعا عيوننا غالية جدا علينا، هنتكلم فيها عن الحفاظ عن العيون وإزاي نحافظ على سلامة العين. وهيكون الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو أستاذ الدكتور حازم عفت، أستاذ الطب العيون بجامعة بني سويف. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا فندم، أهلا. شرفتنا. شرفنا يا فندم. طبعا يا دكتور، العين من أهم الحاجات اللي بنحاول دايما إن احنا نحافظ عليها، لكن أكيد في سلوكيات خاطئة بعض الناس بتلجأ ليها وليها أثار سلبية على العين، فياريت حضرتك تقول لنا إيه هي السلوكيات الخاطئة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك بالنسبة للعين مهم قوي ان احنا ناخد وضعية كويسة في القراية والكمبيوتر والموبايل. دي اكتر حاجة بتتعب العين، زي الفرجة على التلفزيون في أوضة ضلمة او احنا نايمين مفيش اي سورس اضاءة، بنقرب الموبايل من عينينا قوي، بنستخدم الكمبيوتر لفترات طويلة جدا. كل دي حاجات بتأذي العين على المدى الطويل، ما بتعملش مشكلة سريعة لكن بتأذي العين على المدى الطويل وبتضعفها. طيب بالنسبة حضرتك قلت طبعا الكمبيوتر واللابتوب والتلفزيون، هل في ساعات معينة أو ساعات محددة المفروض أن احنا نلتزم بها عشان ما التلفزيون أو الكمبيوتر ما يسببش أضرار للعين؟ طبعا حضرتك عارفة أن الكمبيوتر ده بقى الاستخدام اليومي في حياتنا، سواء في الشغل أو في الانترنت البراوزنج، استخدام العملي للمعلومات. فصعب نحدد فترة معينة أن احنا نلزم الناس بيها، بالذات ان اغلبية الناس بمختلف المجالات بتستخدم الكمبيوتر بشكل يومي طول اليوم تقريبا. لكن اللي انصح بيه الناس ان خلال كل ساعة بعد كل ساعة بنريح ايدينا حوالي عينينا حوالي 5 دقائق، بان احنا نبص المكان بعيد، نبعد عينينا عن شاشة الكمبيوتر او التلفزيون، او ممكن نغمضها مثلا بحيث ان احنا نبص مكان اوبن اريا او 5 دقائق، او نغمضها بحيث نريح عضلة العين. ولازم نبتعد مثلا عن شاشة التلفزيون او شاشة الكمبيوتر بمسافة معينة. مظبوط. طبعا الكمبيوتر الحاجات الحديثة، الكمبيوترز القديمة زي المونيتورز كنا بنفضل نحط لها شيلد عشان الاشعة، لكن الحاجات الجديدة اللي هي LCD والحاجات زي دي بتبقى الاذى بتاعها اقل. ولكن طبعا بالنسبة للتلفزيون والشاشات بنفضل ان يكون حوالي 3 متر بيننا وبين التلفزيون عشان نتجنب الأذى بتاع الكمبيوتر. طب ايه هي الاضرار بتاعت يعني سواء التلفزيون او الكمبيوتر؟ هل فعلا ان هي بتاثر على قوه النظر ولا لا؟ بتاثر زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان هي الاستخدام لفترات طويله بترهق العين، عضو زي اي عضو في الجسم، في عضله مع اختلاف طبعا تكوينها التشريحي بتختلف عن اي عضله ثانيه، لكن العين بترهق زي اي حاجه، زي مثلا حضرتك لاعب الكوره ما يقدرش يلعب طول اليوم ويرهق العضله بدون توقف. نفس القصة في العين مع اختلاف زي ما قلت لحضرتك الوضع التشريحي بتاع العضلات العين. فاستخدامها لفترات طويلة هو إجهاد لعضلة العين، مع الوقت بيبتدي يحصل تيبس بدري اللي هو العضلة بتضعف بتاعت العين، بيحصل ضعف للبصر وبتخش في مشاكل عديدة. يعني ده بس بقى يعني الاستخدام يعني سنين يعني طويلة ولا سنين يعني وقت بيكون قصير ولا الوقت بيكون طويل؟ على حسب طبعا الاستخدام، مدة استخدام العين، الإرهاق، عدد الساعات اليومي لاستخدام العين قدام الكمبيوتر أو حتى القراية لفترات طويلة. فعشان كده بننصح إن يبقى فيه راحة لفترة، لكل فترة ما بين العين، عشان العين تستمر في مجهودها الطبيعي لأطول فترة ممكنة. كل ساعة زي ما حضرتك قلت بالنسبة حتى القراءة برضو حتى القراءة مش الكمبيوتر والتلفزيون بس. حتى القراءة بنريح عينينا كل ساعة حوالي 5 دقائق زي ما حضرتك قلت، بنغمض عينينا أو نبص المكان بعيد نريح عضلة العين، السترين اللي على عضلة العين. الإضاءة زي ما حضرتك قلت أكيد ليها عامل قوي جدا في إن هو يا يتعب العين يا إن هو يريح العين. إزاي الإضاءة ممكن دي يكون ليها يعني أثر سلبي أو إيجابي؟ وهل الإضاءة دي المفروض إن هي تبقى يعني مباشرة على الحاجة اللي إحنا مستخدمها، أو المفروض إن هي تكون بزاوية معينة؟ ممتاز. أول حاجة طبعا لازم يكون في إضاءة، سواء في القراءة أو الفرجة على التلفزيون
احنا من عاداتنا نطفي الاضواء كلها ونتفرج على التلفزيون، دي حاجه مش مستحبه، لازم يكون في سورس اضاءه في القرايه، في التلفزيون، حتى في الكمبيوتر. الاضاءه لا يفضل ان هي تبقى مباشره في العين، بتيجي من مصدر جانبي بحيث ان ينور كويس، يبقى في رؤيه، مفيش اجهاد على العين في الرؤيه، وفي يعني نفس مثلا الوقت ما تجيش. يعني مثلا يا دكتور لو انا بقرا ناحيه اليمين يبقى الاضاءه تبقى ناحيه الشمال تمام، والعكس؟ تيجي من السورس بالظبط. هو عاده حضرتك القرايه بيجي الاضاءه من اي سورس من ناحيتين، لو بتكتبي طبعا يفضل من الناحيه العكسيه لكتابتك. يعني الشمس طبعا ليها اضرار عموما على الصحه العامه، ايه هي اضرارها على العين؟ الشمس طبعا مفيده للجسم عموما يعني، ولكن في من الشمس بيطلع الاشعه فوق البنفسجيه، فبنفضل ان الناس سواء اللي بتنزل عادي في شغلها تلبس نظارات شمس. اكتر فتره مضره بتبقى من الساعه 10 للساعه 4 بالذات، اللي بيحبوا ياخدوا حمام شمس او سان تان زي ما حضرتك عارفه، فبنحب ان هم يلبسوا نظارات واقيه من الاشعه فوق البنفسجيه وما تعرضش لضوء الشمس المباشر، بان احنا نبص للشمس نركز فيها. مهم جدا زي ما قلت لحضرتك ان نلبس النظاره واقيه من الاشعه فوق البنفسجيه. وهنا طبعا مهم جدا انا اقول ان للاسف في نظارات شمس كتيره جدا اللي بتتباع سواء على طبعا في الشارع دي، بس ما هنعرف ازاي يا دكتور؟ ما هو بيكون عليها ستيكر صغير مكتوب عليها ان هي فعلا واقيه، يو في فلتر، وبتبقى واقيه، بس يبقى لازم نروح مصدر مضمون فيه ده. دي النقطه، ان هو طبعا لازم حضرتك تبقي تشوفي مكان مؤتمن او مصدر تقدري ترجعي له في حاله انك النظاره فيها عيب او زي ما حضرتك تقولي مغشوشه. ودور طبعا الاجهزه الرقابيه ان مش اي حد أكيد يبيع نظارات بدون ترخيص او طيب اضرارها ايه اللي هي النظاره مثلا؟ زي ما بنشوف مثلا في الشارع ناس بتبيع نظارات على الرصيف، وناس كتير بتقبل على النظارات دي، بيكون اضرارها ايه على العين؟ طبعا هي نوع العدسة غالبا بيبقى بلاستيك، التكوين الماده بتاعه العدسة بتاثر في درجه انكسار الضوء وبتعمل مشاكل كتيره جدا للعين. ممكن تركز اشعه الضوء لو العدسه مش مظبوطه بتاعه الشمس على العين، تاثر على العدسه وعلى مركز الابصار على المدى الطويل طبعا. وبالنسبه لنظاره الشمس برضو بيكون ليها وقت معين ان هي المفروض البسها ساعات معينه في اليوم ولا لا؟ لا مش مطلوب ساعات معينه، لكن مثلا للناس بننصح الناس اللي شغاله طول النهار في شغلهم اوت دور في الشارع ان تلبس النظاره، دي الناس عرضه اكتر، غير ان حضرتك مثلا نازله من بيتك رايحه الاستوديو او حاجه تصوري بتتعرضي لفتره بسيطه، يفضل تلبسي نظاره الشمس. لكن الانسان اللي طبيعه شغله اوت دور على طول يفضل ان هو يبقى منتظم في لبس النظاره زي ما قلت لك الفتره الاكتر من الصبح من الساعه 9 10 لغايه الساعه 4 5 اللي هي الفتره اللي الاشعه ممكن تبقى مضره للعين فيها. بالنسبه للموبايل طبعا ناس كتير بتستخدم الموبايل، وحتى الاطفال دلوقتي بيستخدموا الموبايل، ايه هي اضراره؟ وخاصه ان احنا بنسمع ان في اشاعات بتطلع بتكون الاشاعات دي ضاره على العين او على المخ، فايه هي اضرارها على العين؟ طبعا هو بالنسبه للموبايل على العين نفس الفكره بتاعت الكمبيوتر او التلفزيون، ان استخدام الموبايل لفترات طويله ده غلط، حتى لو بنستخدمه في وضع مش قريب جدا. اما بنحطه بنستخدمه في ضلمه او بنقربه جدا من العين، نفس الفكره ان هو بيأثر على عضله العين، بيأثر على قوه تركيز الانسان، وليها اعراض ثانيه عصبيه يمكن الزملاء يتكلموا عليها، سواء ترددات او التركيز، انه بالذات في الاطفال ممكن يبتدي يصير حالات من التهيج او اذا في قابليه للصرع بتزيد ويفتي فيها طبعا دكاتره الاعصاب. احيانا برضو بنشوف ان احنا حتى الاطفال والكبار بيمسكوا برضو الموبايل وبتكون قاعدين في الضلمه وبيكتبوا رساله ومعتمدين على الاضاءه اللي طالعه من الموبايل نفسه، ده بيكون ليها اضرار ولا لا؟ ده غلط طبعا، زي بقول لك ده بيرهق العين جدا، بيعمل مشاكل في عضله العين وقدرتها على التكيف مع القريب والبعيد، لان الموبايل بنعتبر استخدامه من المسافات القريبه اللي هي تشابه القرايه. ده طبعا بيرهق عضله العين جدا زي ما قلت لحضرتك، فطبعا لازم نراعي على الاقل يكون في وضعيه صحيه والنور خارجي غير اضاءه الموبايل شغال. هل في تمارين معينه يا دكتور المفروض برضو نعملها للحفاظ على سلامه العين، غير ان احنا نغمض عينينا او نبص على يعني نبص في اتجاه مختلف غير اللي كنا مركزين فيه، هل في تمارين معينه؟ هو طبعا التمارين بالذات بتبقى في حالات الاطفال في حالات ضعف عضلات العين، لكن عموما الحفاظ على العين من حيث فتره نوم كافيه، غسيل العين، العنايه بيها الوقايه اول باول، لازم يبقى في زياره اتليست لو ما فيش مشاكل سنويه لطبيب العيون للكشف اذا في جفاف، اذا في مشاكل عاده مع الاتربه مع الجو الحار زياده بيحصل جفاف بيحصل مشاكل، لازم يكون في زياره دوريه اتليست مره سنويا اذا ما في يعني اذا ما فيش مشاكل.
في العين زي امراض عضويه زي سكر او مهم جدا. انت بالنسبه للتمرينات اللي حضرتك ذكرتيها دي بتبقى اكتر في الاطفال، لو في ضعف في العضله في عين او حاجه بنبتدي نمرنهم على تمارين معينه بحيث تقوي عضلات العين في مراحل حول بسيطه في الاول يعني. دي بالتالي لازم ان احنا نهتم بالتمارين طبعًا. لو في الحول في العين طبعًا. بالنسبه للفحوصات يا دكتور، حضرتك قلت ان هي في فحوصات لازم يلتزم بيها سواء اطفال او كبار. بالنسبه للاطفال والكبار المفروض ان هم يعني يلتزموا، خلينا في نبتدي بالاطفال اول، المفروض ان هم من سن كام نبتدي ان احنا نعمل فحوصات للعين عند الاطفال؟ هو بصي حضرتك بالنسبه لفحص العين بيبتدي من يوم الولاده. طبيب الاطفال اللي بيبقى مصاحب في عمليه الولاده هو اول واحد بيفحص البيبي في كل حاجه، وبيبص على عينيه وبيبقى عنده قدره مبدئيه لتشخيص اي مرض ظاهري على الطفل. في حاله ما لا قدر الله حاجه اللي هي بتبقى مصاحبه مع امراض مع الولاده او امراض عيوب خلقيه بيتحول طبعا لاخصائي او استشاري عيون هو بيبقى اكثر تحديدا. بالنسبه للاطفال طبيب الاطفال لما بيلاقي البيبي مولود طبيعي ما شافش اي حاجه غلط في عينيه سواء حول او نقطه بيضاء او عين اكبر من عين او هكذا بيبتدي الطفل ينمو عادي. دور الام هنا ان هي لو لاحظت اي حاجه غريبه زي عين بتدمع، عين بيجي لها التهابات متكرره، عين بتروح في حته عكس التانية اللي هو ما بيسمى بالحول، بتبتدي تلجا لطبيب العيون يفحص بعد كده. بعد سن ده في الاول وهو بيبي، لان طبعا بيبقى صعب تقييم قوه الابصار في طفل في بدايه وهم طبعا صغيرين بيبقى صعب، لان مفيش تعاون للفحص طبعًا. بعد كده اما بيكبر 4 سنين 5 سنين بيبتدي يبقى عنده القدره ان يستجيب في العلامات للفحص والفحص العام لدكتور العيون. انا برشح يعني بفضل ان بمن يعني زي ما اضحك ان الام مش ملاحظه ان حاجه غريبه يبقى في زياره على الاقل للطبيب ان نطمن ان مفيش ضعف في البصر، او لو في ضعف بسيط بيتابعه الطبيب بحيث لو في احتياج للتدخل سواء نظاره او حاجه بيبقى اول باول. ده طبعا لو ما فيش مشاكل في العين، يعني حضرتك برضو تنصح ان هو يفضل ان هو نعمل الفحص ده كل مثلا سنتين كل 4 سنين؟ طبعا لو ما فيش مشاكل بنبعد المسافات طبعا. يعني سنويا دي بتبقى للي عنده مرض مثلا زي السكر او الضغط بنحب نبص له على قاع العين وهكذا، لكن ما فيش حاجه بيبقى بيجي كل سنه كل سنتين بتتباعد المسافات لغايه ما طول ما احنا شايفين ان كل حاجه او اول زياره الطبيب قال ان ما فيش احتياج لزياره قريبه يعني. طب استاذنك يا دكتور معانا اتصال سناء من القاهره. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك اتفضلي. من فضل حضرتك كنت عايزه بس اسال الدكتور لو تسمحي حاجه. طبعا اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. من فضل حضرتك انا عندي سكر وكنت يعني ما بقيتش اشوف من قريب، يعني بحتاج احس اني عايزه ارجع الورق بعيد قوي، فهل انا مثلا اسمع عن عمليات الليزك وكده فهل دي تنفع في حالتي يا فندم؟ طيب بصي حضرتك سالتي سؤالين في بعض فاشرح لحضرتك. طبعا موضوع هو عليك اي استفسار ليها اي اسئله خاصه بالسكر؟ في سؤال انا هجاوب عليه مش مهم نسال على العمر لكن هجاوبها عليه. اتفضلي. لا ممكن تسالها يا دكتور. ما عمر حضرتك قد ايه يا فندم؟ 45 سنة يا فندم. ممتاز. نقدر بشكرك مدام سناء وتابعينا. سلام. اوكي بالنسبة للأستاذة سناء هي قالت حاجتين، قالت السكر وعندها مشكلة في القراية. بالنسبة للسكر طبعا ده أنا شايف إن ده مرض العصر اللي بيأثر على الأجهزة كلها وأكثرهم العين. مهم جدا هجاوب على سؤالها الأول. بالنسبة للموضوع عن قريب ده بتبقى بعد سن الـ40 بيبتدي يحصل نشفان أو تيبس في عضلة العين اللي عندها قدرة تشوف البعيد والقريب. فعادة بعد يعني سن بعد سن الـ40 يا إما إن هي ما بتقدرش تشوف من بعيد أو ما بتقدرش تشوف من قريب. لا ما بتقدر، بتتعب في القراية القريب. القراية الحاجات القريبة. القراية كويس أو ما هو قريب يعني. فإحنا في الحالة دي عادة أغلبية الناس طبعا ما فيش حاجة باليوم بتديها 40 بلس أور ماينس، لكن بنحتاج نظارة للقراءة دايما. بنستعين بنظارة للقراءة. ده حضرتك ممكن يكون بسبب السن وده في الاغلب في حاله الاستاذه سناء بعد الفحص طبعا، او يكون هو كده ومرتبط بالسكر ان السكر مش متظبط او كده. فبنصح الاستاذه سناء طبعا ان تظبط سكرها الاول مع حد من دكاتره الزملاء الباطنه، وبعدين تفحص في نفس الوقت تفحص العين عشان اذا كان في مشكله في العين بتتعالج، اذا ما فيش بتستعين بنظاره قراءه عشان حاجات القريب. طيب بعد سن الـ40 يا دكتور هل برضو تنصحنا ان سؤالها اللي كانت بتسال هي هل تلجا لعمليه الليزك ولا لا، خاصه ان بعد سن الـ40
يعني النظر بيتغير، وفي 50 النظر بيتغير، فحضرتك تنصح ان هي تعمل الليزك، وان برضو الليزك الناس بتبقى متخوفه منه. هو حضرتك طبعا بالنسبه لسؤال حضرتك الاولاني، ينفع ليزك بعد ال 40 او لا؟ اه ينفع. الليزك ملوش، بس نظرها هيتغير برضو في سن ال 50، بيتغير للقراءه يا فندم. كويس. فاحنا عندنا الليزك عاده كان بيعمل لتصحيح النظر للمسافات، ريسنتلي او اخر فترات ابتدى يبقى فيه القدره ان احنا بنصلح للمسافات وللقراءه، ولكن ده بيتطلب شويه فحوصات معينه بيعملها عشان بنشوف بتناسب المريض او لا. السن زي ما قلت حضرتك ما هواش عائق، لان احنا مسموح من عمل الليزك من 18 سنه فما فوق، على اساس ان ما فيش اي عائق يعوق العمليه. موضوع تغير النظر ده للقراءه زي ما قلت لحضرتك تاني. التخوفات من الليزك ده كان كلام قديم جدا، لان حضرتك العمليه بقى لها مئات السنين، مش الليزك، تصحيح النظر عموما، عدت بتطورات كبيره جدا لغايه ما وصلنا لاحدث الاجيال في الاجهزه لعلاج الكسر وطول النظر والاستجماتيزم. نسبه نجاح العمليه عالميا فوق ال 99.5%. حتى النص في المية المشاكل حاجات بسيطة جدا وتبقى under control، لكن نسبة عالية جدا مع التكنولوجي، مع الفحص المظبوط، ومع طبعا خبرة الطبيب في الفحص وإجراء العملية. بالنسبة للكبار أو لحد لو سن كبير، برضو حضرتك تنصحه حتى لو ما فيش مشاكل عنده في عينيه، تنصحه بفحص دوري، وكل قد إيه المفروض يعمل الفحص؟ طبعا بالنسبة للسن الكبير بنبقى عرضة أكتر للأمراض السكر أو أمراض الضغط أو الدهون. بننصح ان زي ما قلت لك ان لو ما فيش امراض عامه يزور مره، والطبيب العيون هو الاقدر انه يحدد له الزياره الثانيه تبقى في حدود قد ايه، هل كل 6 شهور، هل كل سنه، هل كل سنتين، هل عنده شعوره بمشكله معينه، وهكذا اذا ما كانش في طارئ طبعا انا بتكلم في العين. بالظبط. بالنسبه لضعف النظر يا دكتور، هل معنى ان في ضعف نظر في العين ده معناها في خلل في العين؟ وحتى احيانا الناس بيكون عندها ضعف نظر بسيط وما بتلجاش ان هي تلبس نظاره، ده بيكون اضراره ان هي برضو يعني هل ممكن ان هو تضعف النظر اكتر ولا لا؟ طبعا هو ضعف النظر زي ما حضرتك قلتي ليه اسباب كتيره جدا، مش بالضروره يكون ضعف الابصار، يعني الخلل في الابصار او العيوب الانكسار الضوئي اللي هي الكسر النظر او الاستجماتيزم او طول النظر، ممكن يكون ضعف بسبب احدى عيوب الانكسار. ممكن يكون في مشكله في العدسه بتاعه العين، على طبقات العين في او زي ميه البيضاء، او في مشاكل ممكن تكون في الجزء الخلفي من العين زي الشبكية ومركز الإبصار. بناء على تشخيص الطبيب العيون هو اللي بيحدد الضعف فين وبناء عليه علاجه ايه. يعني لو ضعف عيوب مشكلة انكسار ضوئي بتبقى بنستخدم نظارة او بنعمل ليزك او عدسات لاصقة اللي انا مفضلهاش. اذا كانت مشكلة في العدسة فبيتم التعامل معها، اذا كان مثلا فيها عتامة مية بيضة تم التعامل معها وهكذا. فلازم فحص عشان نحدد المشكله فين. المشكله بالزبط. فين؟ معانا محمد من اليوبيه. الو الو، اهلا بيك يا محمد، اتفضل. لو سمحتي. طبعا اتفضل يا محمد. يا دكتور اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا ركبت قرنيه قعدت 6 اشهر بس. ركبت قرنيه قعدت 6 اشهر. مفيش بديل للقرنيه؟ ايه عفوا انا ما سمعتش، ركب قرنيه؟ انت عملت عمليه ترقيع قرنيه يعني؟ عملت زراعة قرنية صح؟ اه ركبت قرنية. تمام، ايه المشكلة؟ وبعدين فصلت بعد 6 اشهر على طول. تمام. طيب انت عندك كام سنة يا محمد؟ لا انا عندي 84 سنة. اه ما شاء الله، ربنا يديك الصحة وطول العمر. عايز تسأل اي اسئلة يا دكتور؟ في عنده امراض، بياخد عنده سكر، كان سبب العتامة اللي على القرنية هل كانت اصابة في العين ولا كانت عتامة من فترة طويلة وعملت العملية؟ عندك اي امراض يا محمد؟ لا ابدا. طيب تابعني يا محمد، شكرا على اتصالك. هو بيقول هل في بديل ان هو بدل ما يركب القرنيه في الوقت الحالي؟ حسب ما انا فاهم منه طبعا ان هو اكيد كان عنده مشكله في القرنيه، عتامه غالبا او مشكله ما، وبناء عليه شالوا له القرنيه وحطوا له زرعوا له قرنيه. وبيقول ان هي فصلت بعد 6 شهور. فصلت فصلت طبعا. هو فصل القرنيه بالمعنى اللي انا افهمه من الاستاذ محمد ان اتحركت يعني من مكانها ما كانش مظبوط، وده عاده اذا كان بيكون طبعا مشكله في الغرز او في اجراء العمليه، والله اعلم. انا مش طب تنصحه بايه يعني؟ لو حد لازم يراجع طبيب عيون على طول، يعني هيضطر ان هو يلجا للعمليه مره ثانيه لتصحيح مكان القرنيه. يعني فصلت على حسب، لو فاصله من مكان ومحتفظه بشفافيتها ووضع العين سليم، اكيد الطبيب بتاعه او اي طبيب عيون هيتفضل ويروح له هيعالجها بالمستوى ده. اذا حصل فيها رفض للرقعه
ان زراعه القرنيه هي زراعه عضو زي اي عضو، بالظبط بيقبل ان الجسم يقبلها او يرفضها. اذا رفضت هذه القرنيه فمعناها ان فقدت لمعانها او شفافيتها. هنا بتبقى بنعتبر ان الجسم رفض القرنيه، وبيبقى بيحتاج ان يعمل عمليه تاني تقييم طبعا الاول، وبعدين اجراء عمليه زرع قرنيه مع الوضع في الاعتبار في حاله الرفض ان بياخد ادويه معينه بتقلل المناعه وهكذا عشان نحتفظ بالقرنيه لفتره اطول. معانا اتصال تاني، ندى من القاهره. يا اهلا بيكم. اهلا بيك يا ندى، اتفضلي. بدي بسال لو تسمحي. اتفضلي يا ندى. بسال الدكتور بخصوص نظارات الشمس، هل يختلف الاوريجينال عن الكوبي في اضعاف حده النظر؟ تأثيره مباشرة على النظر ولا ما بتفرق؟ ندى بعد إذنك بس تعلي صوتك لأني ما سمعناش السؤال كويس. بسأل خاصة بنظارات الشمس، هل تختلف نوعية النظارة الكابي عن الأوريجينال في إضعاف النظر مثلا ولا ما بتفرق؟ طبعا. خلاص بشكرك على اتصالك يا ندى. تسلم عيونك. هي فعلا كان الموضوع ده اتكلمنا فيه في البدايه، بس هي بتقول ان هي هل النضاره ممكن تاثر على ان هي تضعف النظر او تسبب مشكله في قوه النظر عموما؟ طبعا زي ما قلت لك في الاول الحلقه ان احنا الماتيريال الكوبي عمره ما بيعمل نفس الماده زي الاوريجينال، نفس نوع العدسات والفلتر، وزي ما قلنا حاجه الفكره ان الحاجات الكوبي عاده بتبقى رخيصه وبتتعمل من حاجات مواد تعبانه جدا، فده زي ما تحكي الماتيريال بتاع العدسه، درجه انكسار الضوء في العدسه، تجميع الضوء قدام العين لو في الكوبي مش معموله مظبوط، وغالبا ده اللي بيحدث، بتاثر على العين طبعا، بتاثر على قوه النظر سواء بتضعف عضله العين، وبتاثر على عدسه العين، ممكن تاثر على شفافيتها وتدخلنا في مشاكل زي ميه بيضة، تاثر على الشبكيه وهكذا. طيب محمد من بني سويف، اهلا بيك يا محمد. الو. ايوه حضرتك، انا كنت عايز معاك يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا محمد. أنا كنت عايز أسأل الدكتور حضرتك عن عملية تصحيح النظر. أيوه اتفضل. تصحيح النظر هي تكلفتها كام وهي التكلفة بتاعتها، وعايز أعرف بس هي مدى خطورتها إيه؟ هي بالنسبة للتكلفة يا محمد مش هنقدر نقول لك تكلفتها قد إيه، ممكن نحولك على الكنترول تعرف تقريبا بتبقى تكلفتها ازاي، بس بقيه الاسئله ممكن حضرتك عايز تعرف ايه هي، يعني عمليه الليزك كويسه ولا لا، ولا بنستخدمها امتى؟ ايوه انا سني، انا اتفضل. ايوه حضرتك، انا سني من سني 38 سنه. ليك اي اسئله يا دكتور؟ لا ما فيش اي عفوا ما فيش اي اسئله بالنسبه، ما فيش اي امراض. النظاره بتتعبني شويه. النظارة بتتعبك، بس عندك أي أمراض يا محمد؟ بتعاني من أي أمراض يا محمد؟ سكر، ضغط، أي أمراض أخرى؟ لا مفيش، بس هي شدة الشمس. نعم؟ لا لا لا. شكرا يا محمد على اتصالك. اوكي زي ما الأستاذ محمد هي النظارة بيقول النظارة بتتعبه وعايز يلجأ إن هو يعمل عملية الليزر طبعًا. طبعًا بنصح الأستاذ محمد إن هو بيراجع أحد الأطباء العيون، بيعملوا فحص شامل للعين وفحص خاص بعملية الليزك، وبالنسبة إذا كانت كل حاجة مناسبة بالنسبة له فطبعا بنصحه بالعملية، بتريحه من النضارة، تسهل له حياته، العملية ما بيحتاجش. والعملية بتكون بتاخد وقت معين ممكن يمارس حياته بعد كده بعديها فترة معينة ولا على طول بعد العملية؟ طبعا هو زي ما قلت لحضرتك مع التطورات في عملية الليزك دلوقتي العملية بتتعمل في حوالي 10-12 دقيقة العينتين بوقت التعقيم بكل حاجة، بيخرج من العملية بيستخدم شوية قطرات يوميها ولمدة أسبوع، تاني يوم بيقدر يمارس حياته العملية تماما أكنه مش عامل أي حاجة. طيب مع بعض الحاجات طبعا. اتصال تاني من صباح، من اليوبية. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا صباح. بعد إذنك أكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. بعد إذنك يا دكتور. أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. أهلا بحضرتك. بعد إذن حضرتك، أنا ساعات بشعر في عينيا بصداع، يعني حضرتك يعني أنا يعني بوضحه لك بصداع الرأس، يعني هل هو حضرتك عندكم بتفسروه بضغط العين ولا ايه؟ معرفش. تاني حاجة بحس ساعات بجفاف في العين برضو. حاجة تانية، انا عندي ضغط، وبعدين احيانا في بعض الاحيان يعني بحك في عينيا كده احتكاك في عيني. تمام. وانا عاملة نظارة نظر ونظارة قراية، نظارة القراية ما بشوفش بيها الكلام الصغير برضو، ونظارة النظر بشوف بيها التلفزيون كويس،
بس برضو ما بلبسهاش على طول. وبعدين ما بلبسها في اي حاجة مثلا في البيت او في الشارع، انا ما بلبسهاش في الشارع. أيوة. بحس انها خيلاني كده، مش عارفة، بشوف بيها التلفزيون بس كويس، لكن غير كده بحس ان هي خيلاني. تمام. فهل حضرتك تسميه ايه؟ وبشكر حضرتك. شكرا على اتصالك يا صباح. نعم. شكرا على اتصالك وتابعينا. أوكي. هي أول حاجة قالتها إن هي عندها كأن صداع في العين. في العين مظبوط. طبعا حكى الصداع عموما ناحية العين أو في منطقة العين والجبين أسبابه بتبقى متعددة، من ضمنها زي ما هي تفضلت وقالت احتمال وجود ارتفاع في ضغط العين اللي هو بيسمى الجلوكوما أو المية الزرقاء، زائد إن هي عندها الضغط، زائد إن هي عندها ضغط دم. عادة لو ارتفاع في الضغط مكان الصداع ما بيكونش في الحتة دي بالذات يعني، ولكن ناحية العين، لكن ارتفاع الضغط، آسف، الصداع اللي ناحية العين زي ما أسبابه كتيرة جدا، من ضمنها العين، ارتفاع ضغط العين، من ضمنها ممكن بعض الالتهاب في العضلات، ممكن التهاب في الجيوب الأنفية في المنطقة دي، كل ده بيدي صداع في المنطقة دي. فطبعا مهم جدا ان هي تفحص عينيها لأسباب كتيرة قالتها، عندها جفاف، عندها حكة في عينيها، عندها صداع في العين، عندها ضغط دم عالي. وده اللي كنت قلته لك في بداية الحلقة، ان من ضمن ان العين هي الشباك اللي بيورينا حاجات كتير جدا زي السكر، زي الضغط، زي امراض كتيرة جدا. فبنصح الاستاذ الصباح ان لازم تزور دكتور العيون عشان تتعالج من الجفاف بقطرات، تتعالج من الصداع، وتغير النظارة بتاعت القراية اذا كانت، لان هي تعبها. استاذ الدكتور حازم عفت، بشكرك لوجودك معانا، وبشكرك على كل المعلومات اللي افدتنا بيها النهاردة وشرفتنا. اهلا يا فندم، اتشرفت. مشاهدينا، أتمنى تكون الفقرة عجبتكم، لكن فقرتنا لسه ما خلصتش، تابعونا بعد الفاصل، خليكم معنا.